يعني كيف ترى التكريم اليوم لأسر الشهداء، من نحسبهم عند الله عز وجل الشهداء، الدور الاجتماعي تجاه الشهداء وتفعيل هذا الدور، الجامعات الأهلية، المؤسسات، كل من يستطيع أن يقدم شيء لهؤلاء الأبرار، كيف ترى هذا الدور اليوم؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحياة تكون مظهر، يعني هذا مظهر نراه من الأهمية بمكان. الله عز وجل كما أعلى ذكر من بذل دمه في سبيل الله، فلا بد للأمة أن تراعي ذوي هؤلاء، وأن يكون هذا بابا لبث الخير وزرع هذا الأمر من العطاء والبذل للدين ولله وللأمة. والحقيقة لا بد أن تهتم الجمعيات العاملة على الساحة الخيرية بكافة أنماطها وبكافة فصائلها أن تهتم بمراعاة ذوي هؤلاء الذين بذلوا وضحوا، فلا بد أن يكون من باب الوفاء أقل ما يقال، من باب الوفاء أن نتابع هؤلاء احتياجاتهم، أعمالهم، أحوالهم، مسائلهم، سؤالهم، وأن نجتهد أن نعينهم على استمرار الضرب واستمرار الحياة. لأن هذا الباب إذا رأى الأهل أن من بذل وضحى فكان الأثر عائدا عليهم بالخير والفضل، كان هذا بابا أوسع لأن يتمنوا أن يبذلوا ما عندهم من شباب ومن أولاد ليروا من الخير ما يرونه. فهذا والله تعالى أعلم أحض جميع العاملين على ساحة الخير على هذه الأرض المباركة ألا ينسوا هؤلاء وأن يتابعوا. والحقيقة نحن ندين بالشكر لوالدنا الشيخ حافظ الذي يراعي هذه المسائل ويراعي هذه الأحوال، ولا شك أن لها أثر عظيم. أسأل الله عز وجل أن يستخدمنا جميعا لنصرة هذا الدين، وأن يقر الحق وأن يرجع الحق لأهله، إنه ولي ذلك ومولاه. دكتور محمد بنشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا خير على هذا العمل الطيب. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. الله يكرمك. السلام عليكم.